الليزر مشرة الطب الحديث، إنه أحد الأسلحة للجراحين وأطباء الجلدية. يدخل في العديد من العمليات الجراحية، فهو المشرة الحاد الذي لا يترك نزيفاً. كما يسبب الليزر تخثر الأنسجة التي تعمل على وقف النزيف، وتسمح الأطوال الموجية للجراحين باستخدام الأشعة بشكل انتقائي على أنواع محددة من الأنسجة مثل بصيلات الشعر دون أن تؤثر على الأنسجة المحيطة. هذا بما يخص الجراحة. أما في المجالات التجميلية، فيستخدم الليزر في التخلص من التصبغات والتاتو والوحمات والشامات، ويعمل على غلق المسام وعلاج تجاعيد الوجه والتخفيف من آثار حب الشباب، وعلاج الأوعية الدموية والأوردة العنكبوتية والعروق الصغيرة، وكذلك التخلص من الكلف والنمش وترقيعه بطبقة جديدة من الجلد. والأكثر استخداماً هو التخلص من الشعر الزائد غير المرغوب فيه في الجسم، حيث ينبعث من الليزر ضوء تمتصه صبغة الميلانين الموجودة في الشعر، لذلك يطبق بشكل أنجح على الشعر الداكن، فتتحول الطاقة الضوئية إلى حرارة تتلف جريبات الشعر المسؤولة عن الشعر الزائد وتمنع نمو الشعر أو تؤخره ثانية. وهناك أنواع عديدة من الليزر لإزالة الشعر، وهي أنظمة الليزر ذات الضوء الأحمر أو ليزر الياقوت، وأنظمة الأشعة تحت الحمراء، وأنظمة ليزر ديد، وليزر NDYAG، وجهاز الضوء النبضي المكثف IPL الذي يستخدم بشكل شخصي منزليا. ويعد جهاز كانديلا أفضل أنواع أجهزة الليزر وأكثرها فعالية، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة حتى الداكنة منها، ويعمل بنظام التبريد الديناميكي عالي السرعة ذو النتائج الفعالة، كما لا يسبب الألم ويحتاج بين 5 إلى 8 جلسات فقط. وبالرغم من أن إزالة الشعر بالليزر تؤخر نمو الشعر لفترات طويلة، إلا أنها تحتاج لفترات علاج طويلة تعتمد على دورة نمو الشعر لملاحقة بصيلات الشعر المتجددة والإزالة أولاً بأول للشعر الجديد بالليزر على مدى عدة جلسات قد تطول إلى 10 جلسات بحسب كثافة الشعر. وتطبق أشعة الليزر على جميع مناطق الجسم ما عدا منطقة الجفن، ونادراً ما تتسبب إزالة الشعر بالليزر في حدوث تقشير أو ندب أو تغييرات أخرى على ملمس الجلد.